الحمد لله التواب، وصلى الله على سيدنا محمد الذي فتح للخير الأبواب، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآب. نبدأ كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى بذكر قصة جريج الراهب الذي كان من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام. كان في أمة عيسى الصالحون الصادقون الذين استقاموا بطاعة الله وحده، ومنهم جريج رضي الله عنه. فقد كان جريج من المسلمين الذين هم على شريعة نبي الله عيسى المسيح عليه السلام، وكان تقيا صالحا يعيش بعيدا عن الناس، وكان قد بنى صومعة يعبد الله تعالى فيها. وجاء في قصته عليه السلام أن امرأة زانية فاسقة قالت: أنا أفتن جريجا هذا. فتزينت وتعرضت له، فلما رآها لم يهتم بها، فقطعت الأمل في فتنته. ثم صادفت رجلا راعيا فتعرضت له فزنى بها، فحملت منه، ثم لما وضعت حملها قالت: هذا الولد من جريج. وذهبوا إلى جريج وهدموا له صومعته التي كان يعبد الله تعالى فيها، وربطوه بحبل وجروه وطافوا به بين الناس إهانة له. فقال لهم: أمهلوني حتى أصلي ركعتين. فأمهلوه فصلى ركعتين، ثم قال للمولود الذي ولدته هذه المرأة: يا غلام، من أبوك؟ قال المولود: الراعي. أنطق الله تعالى الغلام ليبرئ عبده الولي الصالح جريجا. فعادوا يتمسحون به ويقبلونه ليرضى، حيث رأوا له هذه الكرامة العظيمة، وهي أنه أنطق هذا الطفل المولود بإذن الله لتبرئته مما اتهم به. فقالوا له: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال لهم جريج: لا، أعيدوها كما كانت، أي من طين. روى هذه القصة البخاري ومسلم في صحيحيهما. والآن ننتقل إن شاء الله لذكر بعض معجزات سيدنا عيسى المسيح ابن مريم عليهما السلام. أيد الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وأيده أيضا بالبينات وهي المعجزات الدالة على صدقه فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. فكان عليه السلام يمسح على المريض فيشفى بإذن الله تعالى. ومن هذه المعجزات أيضا أنه كان يصور من الطين على صورة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى ومشيئته. ومن معجزاته أيضا إحياء الموتى بإذن الله تعالى. فكان عليه السلام يقول للميت: قم بإذن الله، فيقوم بإذن الله. ويروى أنه أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: ما لك أيتها المرأة؟ فقالت له: ماتت ابنة لي، لم يكن لي ولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها. فقال لها نبي الله عيسى عليه السلام: أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم. فصلى عليه السلام ركعتين لله تعالى، ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: يا فلانة، قومي بإذن الله الرحمن فاخرجي. فتحرك القبر، ثم نادى المرة الثانية فانصدع القبر بإذن الله، ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب. ثم قال لها عيسى عليه السلام: ما أبطأ بك عني؟ فقالت له: لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي، ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة، فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة. ثم أقبلت على أمها فقالت لها: يا أماه، ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه، اصبري واحتسبي، فلا حاجة لي في الدنيا،
ثم كلمت نبي الله عيسى عليه السلام وقالت له: سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت. فدعا عليه السلام ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض، فسبحان القادر على كل شيء. ولما بلغ اليهود خبر هذه الحادثة ازدادوا على عيسى عليه السلام غضبا. ويروى أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره ونعشه، فجاء عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل. ورأى الناس يومئذ أمرا هائلا ومنظرا عجيبا. ويروى أنه ممن أحياه عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى عازر، وكان صديقا لعيسى. فلما مرض عازر أرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن عازر يموت، فسار إليه عيسى وبينهما 3 أيام، فوصل إليه فوجده قد مات، فأتى قبره فدعا الله تعالى فأحياه الله تعالى، وعاش وبقي دهرا حتى ولد له. ويروى أنه عليه السلام كان يوما مع أصحابه الحواريين يذكر نوحا والغرق والسفينة، فقال له الحواريون: لو بعثت لنا من شهد ذلك. فأتى عيسى عليه السلام مرتفعا وقال: هذا قبر سام بن نوح. ثم دعا الله تعالى فأحياه الله تعالى فقال: قد قامت القيامة؟ فقال له عيسى المسيح عليه السلام: لا، ولكن دعوت الله فأحياك. ثم سألوه فأخبرهم عن السفينة وأمرها، ثم عاد ميتا. وهنا فائدة: قال العلماء كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة. فبعث الله تعالى عبده موسى عليه السلام بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار. فلما استيقن السحرة أنها معجزة من عند العظيم الجبار انقادوا ودخلوا في دين الإسلام. ونبي الله عيسى عليه السلام بعث في زمان يكثر فيه التباهي والتسابق في الحذق والمهارة من الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم بمعجزات لا سبيل لأحد منهم إليها، لأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى. وكانت هذه المعجزات دليلا على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى. فأنى للطبائعي أن يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى، وكذلك الأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن من دون استعمال أعشاب وعقاقير. وأن للطبيب أن يحيي الميت من قبره، وكما فعل عيسى عليه السلام، فيعلم بدلالة العقل أن عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمان الفصحاء والبلغاء في قومه العرب، حتى بلغوا في شدة المباهاة بالفصاحة والبلاغة في أشعارهم، إلى أن كان المتفوق فيهم يعمل قصيدة فيعلقها في الكعبة ليجد الشهرة بين العرب، لأنهم كانوا يجتمعون في مكة باسم الحج مع أنهم كفار يعبدون الأوثان تقليدا لأجدادهم منذ أيام إسماعيل عليه السلام. فجاءهم سيدنا محمد بكتاب أنزله الله عليه، عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة من مثله في الفصاحة والبلاغة، فتحداهم، وكان في تحديه ما أخبر الله به في القرآن بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات. وهكذا كل نبي قرن الله تعالى بدعوته من المعجزات ما هو شاهد له بصدقه،
تفريقا بين النبي وبين المتنبي، وليس القرآن هو المعجزة الوحيدة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل له من المعجزات الكثير الكثير، منها شهادة شجرة دعاها فمشت إليه من منبتها من غير أن تنقلع وقامت بين يديه فاستشهدها فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك عند عرضه الإسلام على رجل من العرب فطلب منه شاهدا على نبوته فقال له الرسول هذه الشجرة. وهذا أغرب وأعجب من إحياء الميت بعدما كان حيا قبل ذلك ثم عاد إلى ما كان عليه بعد موته، لأن هذه الشجرة لم يسبق لها حياة تؤهلها للنطق والمعرفة بشأنه. فسبحان الله القادر على كل شيء، والله تعالى أعلم وأحكم. نقف هنا الآن ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن النبي المعظم عيسى بن مريم في حلقة قادمة من سلسلة قصص الأنبياء إن شاء الله تعالى، فتابعونا وإلى اللقاء.